في سؤاله الأخير يقول: بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي، هل يصح ذلك أو يكون التقصير للشعر كله؟ الواجب أن يكون التقصير للشعر كله، لا في العمرة ولا في الحج، بأن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لكل شعر في بعينه. وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات إما ثلاثا أو أربعا فإن ذلك لا يجزئ، لأن الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومعلوم أن أخذ شعرات ثلاثة أو أربعة من الرأس لا يظهر فيه أبدا أثر التقصير، ولا كأن الرجل قصر، فلا بد من تقصير يظهر له أثر على الرأس، وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبين أثره. وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك، لأنك تركت واجبا وهو التقصير، وقد ذكر أهل العلم أن ترك الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على هنالك. نعم، بارك الله فيكم.